هم دعاة الوحدة. وفي يوم أحد أطلقوا صفير البقاء وتشبعوا بعلم ملأ الأرجاء وسط برشلونة. ضغط هائل يتعرض له انفصاليون رفعوا علم جمهوريتهم الوليد بالأمس عقب إعلان مدريد وصايتها على إقليم مزدهر. أنا أدرس القانون وكل شيء ينبغي أن يكون بإطار ديمقراطي ومن خلال الأغلبية. هذه الأغلبية ليست كبيرة كفاية، وما حدث يمثل انفصاما كبيرا بسبب عدم الحصول على أغلبية داخل البرلمان. حركة المجتمع المدني الكتالوني تنجح للمرة الثانية في حشد شعبي هائل قيل إنه تجاوز المليون يتغنى بتحيا إسبانيا، وذلك بعد يومين من إطلاق كتالونيين انفصاليين شعارهم تحيا كاتالونيا. لا غرو من انقسام شديد الوضوح وسط الشارع ومن غضب يتشبع به الكتالونيون إزاء سياسيهم هنا وفي مدريد وفي الخشية من أيام مقبلة. أنا أبحث عن إسبانيا موحدة، لا شيء غير هذا. نخشى عدم الاستقرار بسبب الاستقلال. يفاقم المشهد استطلاع جديد تنبأ بخسارة أحزاب الاستقلال أغلبيتها في البرلمان في الانتخابات، لكن تقارب أعداد الأصوات بين الجانبين ينذر بحملة صعبة في ذلك. يتصاعد الشحن في ردهات السياسة بين الفصيلين، وقيل بوتشيمون وتحدث البعض عن انتظاره حكما لـ30 عاما للتحريض على الفتنة وعن احتمال لجوئه إلى بلجيكا، فيما خرجت صحيفة إسبانية ببقاء الرئيس في سدة الحكم فهو لن يستجيب لقرار الساسة في مدريد حتى وان اشتعل شارع برغبة البقاء إسبانيا. هم بعشرات الآلاف ربما، لكنهم يحاولون إرسال رسالة واضحة لسياسيهم هنا في برشلونة وحتى في مدريد، رسالة مفادها البقاء في الحكم الإسباني. سمير العادلي، برشلونة.